الأخ جان، ما هو سبب إلحادك؟ ولماذا أنت داعية للإلحاد؟ سبب إلحادي، أنا شخصياً، أنا ليش ملحد؟ لماذا أنا ملحد؟ اسم جان برو، ليش هو ملحد؟ أنا جان برو، طبعاً اسمي المولود فيه ليس جان، أنا اسمي محمد برو، اسم الولادة محمد برو. فأنا طبعاً غيرت اسمي سنة 2003 في أوراق رسمية هنا ببريطانيا إلى جان برو، يعني لم أشأ أن أنادى بمحمد فغيرته إلى جان. وطبعاً أشكر القوانين البريطانية اللي تسمح أن تغير اسمك من محمد إلى جان. أنا ملحد تقريباً يعني من أول نشأتي في بالمراهقة، لما كان عمري 14-15 سنة أنا أعرف حالي ملحد إلى هذه الساعة. يعني أنا مولود لعائلة كتير بسيطة، عائلة يعني أدنى من الطبقة المتوسطة، مثل ما بقول من الطبقة الفقيرة، الطبقة العامة، الأغلبية الموجودة في سوريا ومدينة حلب. طبعا والدي كان شيخ يدرس القرآن وفشل في تدريس القرآن على كل حال. والدي كان كتير متشدد في الدين يعني، وكان يقرأ كثيرا في الدين، كان يعني هو آخذ المبدأ الصوفي في التدين. فكان ولما كنا أطفال كان يسحبني معه إلى ساحات الذكر مثل ما بقولوا، وهي بيطفوا الأضوية وبيعملوا الله حي والأشياء الطقوس الصوفية أظن يعني بيعملوها. فنشأت نشأة في عائلة يعني كتير متمسكة بالدين، والدين هو مسيطر على كل شيء يعني، من خصوصا أصدقاء والدي، زيارات كلها 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 دينية بحتة يعني. وأذكر أقدم ذاكرة عندي هي أني شتمت الله، فما كان من والدي إلا رفعني إلى رأسي ورماني على الأرض. هي أقدم من أقدم الذاكرات اللي عندي. يعني والدي كان دائما، بما أنه كان شيخ ومفتي الحارة مثل ما بقولوا، دائما طبعا جو ديني بحت، جو مليء بالديانة. كان من أصدقاء الوالد كلهم شيوخ وكلهم مربين دقون، وأنا أذكر والدي كان بدقن يعني، يعني كان الجو العام جو متدين جدا. بهالمرحلة هي، مرحلة الطفولة خصوصا، كان طبعا إنه دائما دائما تكرارا ومرارا حرام حلال، بيحرقك بالنار وبشيلك وبشويك والله، وتخويف من عذاب جهنم وترغيب في الجنة وهلا أشياء من هالقبيل هاي. فأنا كطفل كنت يعني أؤجل مسألة إنه فهم المسألة هاي كطفل، لا يعني ما أستوعب شو عم بيقولوا. أنا كشخص جان برو يعني من صغري من طفولتي بعرف حالي أنا إذا المسألة ما فهمتها لا أتقبلها، هذا طبيعتي هيك. فتمت المسألة الله لأنه ما فهمتها تمت معلقة، لا أفكر فيها يعني، ما أفكر فيها أنه بجدية أو بشيء من القبيل، أدعها. وطفل حياة طفولة يعني عايشها بدون أي تفكير بهالمسألة هاي، لحتى وصلت مرحلة المراهقة وقت بدأت الأسئلة هاي تنطرح بجدية علي، والجو اللي حوالي كله متدين والمدرسة فيها دروس دين. والشغلة الكويسة كانت أنه النظام الموجود بسوريا، نظام البعثي، ما كان اتجاه ديني، ففي مكتبات ممكن تقرأ علوم، ممكن تقرأ، منبهر بعلم الفلك.
قرأت في علم الفلك بهذاك الوقت كتير، يعني حتى من الفيزياء المسلية إلى الرياضيات المسلية إلى القصص الخيالية في علم الفلك بين الكواكب والنجوم وهالقصص هاي، وقرأت اللي كان متوفر بالثمانينات، يعني تقريبا أو بالأواسط الثمانينات. فمنذ ذاك الوقت أنا ملحد على أساس علمي ليس له علاقة بالدين، يعني أنا لم أقرأ الدين مثلا وفهمت الدين بعدين ألحدت، لا، قرأت بالعلوم وفهمت الحدث. الحادي مبني على أساس علمي ليس إلا، يعني ليس أنه والله درست الأديان ولا فهمت الدين وفهمت الأديان وبعدين الحدث، لا، هو الحادي مبني على أساس علمي بحت، يعني فقط العلوم. وبصراحة أنا كنت لما كنت أبحث بالعلوم كنت يعني أبحث عن حجة حتى أكشف أنه ميولي هي الصح، ميولي انه هل معتقد هذا خرافي؟ هل معتقد هذا شيء غيبي غير صحيح؟ كنت ابحث عن حجة فوجدت ما ارغب فيه، ومنذ ذاك الوقت يعني كان 14 15 84 85 بهالاراضي انا ملحد الحادا تاما، يعني منذ ذاك الوقت ما عندي اي شك بالحادي مثل ما بقول، وحسن الحادي. السؤال الثاني انه لماذا انت داعي للالحاد؟ شوف، انا لماذا انا ادعو للالحاد؟ انا داعي للالحاد وانا افتخر بذلك، بس ليش انا داعي للالحاد؟ انا داعي للالحاد، شو معنى الالحاد؟ اي شو يعني انا ادعو للالحاد؟ بأي صفة بأي شكل شو هو الإلحاد؟ أنا بالنسبة للإلحاد هو التفكير العلمي، التفكير المنطقي، وأخذ بكل الأسباب المخبرية والمادية والأشياء، هذا هو الإلحاد. لما أدعو أدعو للعلم، أدعو لتشغيل العقل، شغل عقلك يا أخي. أنا ليش أدعو للإلحاد وتشغيل العقل؟ لماذا أنت داعي للإلحاد؟ أنا أدعو للإلحاد لتشغيل العقل، لأنه الخرافة خربت بيوتنا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني أنا شايف وطني دمر، أهلي تشردوا، أهلي لا يفقهون شيئا للأسف الشديد، يعني في عائلتنا الكبرى والصغرى، يعني تيجي زلمة يحكي معك كلمتين ما بتعرف، ما بيعرف يحكي كلمتين. يعني واحد من عائلتي مثلا، خلينا نقول من العائلة الكبيرة طبعا، عم نتناقش، قال لي انا عم بقول له ليش ما بتقرأ في علوم الفلك مثلا، تقرأ تاريخ الكون؟ قال لي أنا شو بدي أستفيد إذا عرفت تاريخ الكون؟ صدقوني حرفيا يا أصدقاء، حرفيا أنا شو بدي أستفيد إذا عرفت تاريخ الكون؟ شو بدي أستفيد أنا إذا عرفت شو هن النجوم وكيف الشمس تكونت؟ أنا الإفادة اللي راح أستفيدها أروح أصلي لي ركعتين وأسبح ربي، هاي ممكن أستفيد منها. في عقله هو انه الاستفاده في طاعه هذا الاله، لانه الدنيا فانيه فبده الاخره، هي طبيعه تفكير اهلي ان كان القريب ولا البعيد، لا يعرفون شيئا، الله فوق ونحن تحت، كل ما يعرفونه لا يقرؤون. يعني الجيل الطالع هلا كله أمية تقريبا، لا يعرفون القراءة والكتابة حتى. فأهم سبب إنه خلاني أكون داعية للإلحاد وضع بلدي، وضع أهلي، وضع ناسي. يعني مثلا أنا صدقوني أنا ما بيهمني هلا المسيحي مثلا، مؤمن إنه يسوع الدلوع هو ثلاثة
بخبطوه وبصير واحد وما بعرف الحكي هذا، يؤمن مثل ما بده حتى لا اناقش فيه، يعني ما كثير بهمني اناقش بهالموضوع. مو مؤثر على حياتي، مو مؤثر على حياة أهلي، مو مؤثر على حياة وطني. كثير بوذيين، ويعني بدك أروح أقرأ في البوذية عشان أكون ملحد؟ أكيد لا. فأنا أدعو للإلحاد من هذا الباب، من باب إنه أهلي ووطني في خطر عظيم. يعني دعستنا أقدام الحضارة مثل ما بقولوا، دعسوا فوق راسنا ومشوا. فأنا هدفي إنه أصحي أهلي، أصحي أهلي على الطريق العقلانية. فيقوا يا أهالينا، المي من تحت جرينا عم تمشي، صرنا مضحكة للأمم، صرنا مهزلة، صرنا نأكل لحوم بعض بسبب هالخرافات هاي. دمرنا بعض، ما في رحمة نهائيا بين بعض. يعني بكل بساطة، الأخ بقتل أخوه، الولد بيقتل أبوه، بيقتل أمه، ما في أي مشكلة. الأخلاق انحطت إلى أبعد الحدود في بلدي، النصب، الاحتيال، الفساد، كل هالأشياء هاي. بلد متخلف إلى 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 أبعد الحدود. هذا اللي خلاني أكون داعية للإلحاد وداعية للعقل بالأحرى. يعني الإلحاد، أنا المفهوم الإلحاد هو العقل والتعقل والتفكير ونبذ الخرافة مهما كانت هذه الخرافة.